السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم 26 26 9 2020. ان شاء الله باذن الله النهارده هنصمم الفي ويل كيت، وهنطلع الاول نشوف ايه هي الفي ويل كيت ومكوناتها وكده. بسم الله. مبدئيا دي اللي هي الفي ويل او السوليد في ويل كيت، تمام؟ زي ما هي واضحه، دي اللي هي الصوره اللي قدامنا دي. الحركة بتاعتها ان هي بس تتحرك على الفي ريلز اللي احنا رسمناها قبل كده او اللي صممناها قبل كده، تمام. خلينا نشوف ايه هي مكونات الفي ويل دي او الفي ويل كيت دي. عامة دي اللي هي الفي ويل كيت من جوه، يعني لما بتشتريها بيبقى عبارة عن تو بول بيرينج زي دول كده، تو بريسيشن شيم دي اللي هي الوردة باللغة بتاعتنا او كده، تمام. ودي اللي هي اللوك نات او الصامولة، بيكون فيها جزء نايلون كده او بلاستيك، بحيث لما تربط ما توصلش لاخر الربط، يعني او المسمار ما يعديش منها. ودي اللي هي الحاجة الاساسية اللي شغالين عليها، اللي هي الفي ويل ذات نفسها، تمام. هنا بقى بيقول لي السكنس بتاعها قد ايه، الماتيريال بتاعتها ديرلين، لونها بلاك، البيرنج الانر دايمتر بتاع البيرنج 5 ملي. الانر دايمتر عامة اللي هي الويل دي ذات نفسها بيقول ان هو 15947 بلس اور ماينس 26%، دي يعني ممكن يكون ايه 16 مل، تمام. الاوتر دايمتر 23.9 مم. السترينس بقى اللي هو الكمبريشن سترينس، الحاجات دي بتبقى خاصة بالتصنيع اكتر، روك والهاردنس بتاعتها، معامل الصلادة والصلبة بتاعها. ده الام 5 نايلون لوك نوت دي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الصامولة دي ام 5، يعني من جوه تركب عليها مسمار 5 ملي، تمام. ال 5 ملي متر بريسيشن شيمز دي اللي هي الوردة، القطر الداخلي بتاعها 5 ملي. البول بيرنج 625 ار اس اللي هو ده، تمام. ايه تاني؟ في السوليد في ويل بقى اللي هي الجزء الاسود ده، ان شاء الله هنبدأ نصممهم كده بالواحد، يعني جزء جزء. هنصمم اول حاجة الفي ويل، وبعد كده هنرجع نصمم البول بيرنج. ده شكل دي ابعاد البول بيرنج، جاي من جوه 5 ملي، الانر دايمتر بتاعها 5 ملي، والاوتر دايمتر بتاعها 16، والويتس بتاعها 5 ملي. بس خلي دي للاخر. دي ابعاد الفي ويل ذات نفسها، تمام. هنبدأ بدي الأول، نروح كده على السوليد، فايل، نيو، بارت، أقول أوكي. طيب هنختار أي بلين من دول، مثلا نختار التوب، الفرونت، ماشي، عادي الفرونت أو الرايت بلين، خلينا في الرايت، أقول له كنترول 8، وأجي على سكتش، نختار مثلا أي حاجة. ممكن اختار نرسم خطوط، نشوف ابعاد الويلز نفسها ايه. طيب هنا بيقول لي على بعد كام، ممكن نعمل بقى دلوقتي نتعلم حاجة تنفعنا بعد كده، اللي هي ان احنا ندخل الابعاد دي ونبدأ نستخدمها. وليكن مثلا محتاجين نخلي الاوتر دايمتر 23.89، نتعلم حاجة جديدة اسمها الاكويشنز. هاجي من هنا كده تولز اكويشن، اهي في حاجه اسمها جلوبال فاريبل، تمام. ان انا دلوقتي هسجل فاريبلز، الفاريبل دي هتبقى بتشيله قيمه الايه، الابعاد او الكلام ده. فانا هاجي اقف هنا اقول له او دي، يعني ده اللي هو الاوتر دايمتر، اعمل تاب، قال الاوتر دايمتر ده، تمام. هاجي هنا بقى، انا قلت الاو دي ده اللي هو الفاريبل، هنحط قيمته، وليكن ان هي القيمه دي بتساوي كام. نرجع كده نشوفها، 23.89، 23.89، تمام. في ايه تاني؟ الانر دايمتر، اعمل تاب اقول له ايكوال، نروح نشوف الانر دايمتر بكام. الانر دايمتر بالنسبة لنا ب 15.974، 15.974. اقول اوكي. بي تاني الويتس مثلا بالنسبة لنا، توتال ويتس 10.23 مم، تي دبليو تاب ايكوال
10.23 من مية. المسافة دي distance from center مثلا، خلينا نقول ان احنا نسجلها 9.77 من مية. distance from center تمام equal 9.77 من مية. تمام كده انا سجلت دي variables اهو، اقول له اوكي. لو انا خدت بالي في حاجة اتعملت هنا اسمها equations تمام، لو فتحتها كده هلاقي ال variables بتاعتي اهي، ال outer diameter، ال inner diameter، ال total width، ال distance from center. فخلينا نبدأ كده نرسم. بسم الله. في حاجة تانية، خلينا نرسم مثلا، وليكن ان انا محتاج اعمل كورة، بما ان احنا ما عملناش الحاجات دي قبل كده، او ممكن ما يكونش حد عملها. ممكن اجي اعمل كده في الكورة، نرسم معكوس بتلات نقط وليكن مثلا دي الكورة نص، مش الكورة عبارة عن قوس كده وبلفه 360 درجة. يبقى انا محتاج اعمل وليكن ده السنتر لاين بتاعي هو اللي هلف حواليه عشان اقفل الكورة دي تمام. باجي من فيتشرز دي، في حاجة اسمها ريفولفد اللي هي الفيتشر دي تمام، اختارها كده اقول له يس تمام. هو اوتوماتيك اختار لي ايه الشكل الخط اللي بره ده، وهيعمل له ايه ريفولف حوالين السنتر اللي موجود ده، اقول له اوكي تمام. دي كورة اهي بالاشكال بتاعتها. طيب هو اللي انا عملته مع الكورة ده ما اقدرش اعمله مع اي حاجة دائرية، او مش شرط دائرية، يعني حاجة ممكن بتبقى متماثلة حوالين نقطة الاصل بتاعها، او سيمتريك حوالين خط سيمترية معين، نفس الفي ويل كده. عشان انا ممكن ارسم الجزء اللي فوق ده بس والف 360 درجة يعمل لي الويل كلها. طيب خلينا نشوف هنعمله ازاي. من كنترول زد كده نرجع في اللي احنا رسمناه ده. الاول خلينا نرسم السنتر لاين بتاعنا اللي هو يبقى هنا كده اللي هنلف حواليه. بعد كده نيجي نرسم خط تمام، ده اللي هو الجزء ده تمام. لو انا جيت قلت له دي كده 5.12 من مية، سجله لي. هاجي هنا لو انا عملت زوم كده في بوينت اهي، اعمل لها سيلكت، والبوينت دي اللي هي المفروض في نص الويل، المفروض الاتنين يبقوا ايه فيرتيكال. عملت ريليشن. طيب ليه مش عايز اعمل ريليشن فيرتيكال هنا؟ سوري، في هنا الخط ده عامل ريليشن، اعمل ديليت الاول للريليشن دي. تمام بقى اختار بقى ايه ده وده الاول، اخلي العلاقة بينهم هوريزونتال تمام. وبعدين اختار الخط النقطة اللي هنا دي مع النقطة اللي تحت دي، وقال له خلي لي ريليشن بينهم فيرتيكال. طول في مشكلة. انا فهمت بقى. انا وقفت على دي كونسيدنت مع الخط اللي تحت. طيب كده بقى فري اهو، لانه عمل ريليشن اوتوماتيك فوق ده ان هما يبقوا متداخلين او على نفس الخط. طيب هاجي انا بقى اعمل ريليشن تاني بين ده وده الاول، اخليهم فيرتيكال. بعد كده خلي البوينت دي مع البوينت اللي تحت فيرتيكال برضو، اقول اوكي. دي كانت بكام؟ 5.12 من مية. 5.12 من مية دي كلها كانت 1 ملي. تمام ممكن اختار الخط ده، اشيل بس اختار الخط ده والخط ده، وقال له خليه ريليشن بينهم ايكوال، يعني ده متحدد اهو، هيخلي لي ده قد ده.
اعمل رايت كده تسجل. لحد الان انا مش عارف المسافة دي كام يعني، دي خلينا نروح نشوفها. ماشي، هي مش بتحددها، فهو سايب لي برضه اللي هو ايه، موضوع مطلق، فانت براحتك. اللي هي كده كده بس تفصل ما بين الاتنين، فاحنا ممكن نخليها 2 مللي مثلا او 1 مللي. 1 مللي تمام. نختار الخط ده والخط ده ونخير الريليشن بينهم هوريزونتال. نختار النقطة دي والنقطة دي، الريليشن تبقى هوريزونتال. تمام كده. طيب حتى الآن ادي السنتر تحت اهو، وانا كانت المسافة لحد هنا قد ايه، ده اللي هو الانر دايمتر. اعمل سمارت دايمنشن واقول له من هنا، من النقطة اللي تحت دي لحد الخط اللي هنا ده، المسافة دي الانر. لو انا عملت ايكوال كده هلاقيه بيقول لي ايه، الجلوبال فاريابلز اهي، اوتر دايمتر، انر دايمتر، توتال ويدث، ديستانس فروم سنتر. انا اقول له الانر دايمتر على 2 تمام، اقول له اوكي حرف الاف. انا خدت بالي كده، عمل لي علامة الايكويشن، معنى كده ان دي جنريتد. انا لو جيت اعدل فيها يصير ان هي ايه، ايكويشن. تمام. طيب باقي تاني، باقي الجزء اللي هيبقى طالع كده ده. ممكن نجيب دي كده، نطلع دي كده. طيب حتى لو الأبعاد دي يعني مش مظبوطة، فهنيجي نعمل سمارت دايمنشن. المسافة كانت من السنتر بقى، اللي هي ايه، distance from center. اقول له equal global variable distance from center، اقول له اوكي تمام. خلي العلاقة بين النقطة دي والنقطة دي horizontal. تمام. والمسافة بقى اللي هي ال outer diameter أو ال smart dimension من هنا لهنا، ده ال OD يعني equal global variable ال OD على 2 تمام. أقول له اوكي. طيب برضو في حاجة تانية، اللي هو الجزء اللي هو في النص ده، الويتس، التوتال ويتس كان 10 ماشي، ده كام، 85%. فانا هقول له ده الجزء اللي هو، مش انت ده 85%. هلاقي الشكل معوج كده ومش عاجبه حاله، هاجي على النقطة اللي هنا الميد بوينت واخليها فيرتيكال مع الميد بوينت دي. في ريليشن او في حاجة مش مظبوطة. انت ليه عامل الريليشن دي بعد اذنك؟ تمام. هكمل بقى مشكلة ال relation generated من البرنامج دي، بتعمل مشكلة كده. انا اخترت ده مع ده واخليهم الاتنين vertical تمام، عشان اتأكد برضو ان ده قد ده. اه معلش، هي 5.12 دي كانت من السنتر، فانا هعمل ديليت لدي تمام. هعمل سمارت دايمنشن، 5.12 كانت من هنا لحد هنا، يعني دي كده 5.12
12 عشان اتاكد ان انا شغال صح. دي كام؟ 3.8%. دي كام؟ 3.8%. كده انا شغال تمام. طيب مش ده كده خلص؟ لا، لو انا رجعت بيقول لي ان في هنا زي شنفر كده او حاجة بزاوية 45 درجة وتلاتة من عشرة. خلينا نشوف ايه الشام اللي هو حاطط لي الشام تايب دي، نروح نشوفها كده. لو انا جيت وقفت هنا كده هلاقيه بيقول لي ايه ده، حاجة اسمها سكتش فيلت. طيب سكتش ايه؟ شنفر. لو انا اخترت سكتش شنفر دي كده تمام، هلاقيه بيقول لي محتاجها انجل ديستانس ولا ديستانس ديستانس ولا ايكوال ديستانس. خليني اقوله ان انا محتاجها ايكوال ديستانس، والايكوال ديستانس دي هي بتلاتة من عشرة ملي. طيب ايه التلاتة من عشرة ملي ده؟ ده كده اسمه شنفر. البوينت دي او الخط ده شنفر بين ايه وايه؟ بين الخط ده والخط ده. يعني الشنفر دي اللي هي الحافة يعني عامة. مثلا انا مش عايز اعمل حاجة تبقى بزاوية 90 فما تعورش حد، مثلا زي الجدار مثلا او الزوايا اللي بتكون في الجدران والكلام ده، فبضطر اعمل لها حافة ان انا اخليها اقل من 90 تمام. فانا هاجي اختار ايه؟ اختار ده وده، هقول له ماشي. هلاقيه عمل لي هنا ايه؟ شنفر اهو، ده 3 من 10، 3 من 10 في الجهة التانية. نفس الكلام هعمله هنا الخط ده مع الخط ده. هقول له اوكي. طب خلينا برضو ايه، زيادة امان، هحط هنا مسافة تمام، لان انا لما قصيت الجزء ده انا كنت باني الريليشن كلها على البوينت اللي هنا، فانا شلت البوينت دي لما رسمت الشنفر بس. طيب عشان انا رسمت الجزء اللي انا كنت محتاجه دلوقتي، خلينا نخفي الريليشنز بقى. تمام، ونعمل ريفولف للجزء ده 360 درجة. اجي من الفيتشرز واعمل ريفولف دي تمام. لو انا خدت بالي هو اوتوماتيك عمل ايه؟ اختار لي سنتر بوينت اللي هو عنده ده تمام، واختار الجزء اللي هيتعمل له ريفولف، وقال لي 360. طب خلونا نشوف لو احنا قللنا كده. هعمل ايه؟ هلفها 270 مثلا، او على حسب الزاوية اللي انا هحطها تمام. طب خلينا احنا محتاجينها 360 درجة، واقول له اوكي. كده خلصنا الفي ويل بتاعت، نعمل كنترول اس نسميها في ويل تمام. دلوقتي هنبدأ نرسم ايه؟ الجزء الثاني بقى من الفي ويل اللي هو كان البول بيرينج تمام. هنعمل فايل نيو بارت، اقول له اوكي. نفس الكلام هنختار الرايت بلان، اقول له كنترول 8 سكتش. نيجي بقى نشوف الابعاد اللي احنا كنا محملينها اللي هي دي. الانر دايمتر عندي 5 ملي والاوتر 16 ملي. هاجي اعمل كده، الاول نحط السنتر لاين ده، بعدين ارسم نحط الريليشنز بتاعتنا الجميلة. اعرض على الخط ده، اختار البوينت دي مع البوينت اللي تحت دي تمام.
احط العلاقة بينهم vertical. اقول له اوكي، اختار نفس الكلام النقطة دي مع النقطة اللي تحت دي، اقول له برضو خلي العلاقة بينهم ايه vertical. تمام. طيب الانر دايمتر كان كام؟ 5 مللي. يعني انا محتاج المسافة دي 5 على 2. تمام. الاوتر دايمتر كان كام؟ 16. يعني انا محتاج المسافة دي 16 على 2. طيب خلينا نحط دي مثلا 1 مللي، دي اللي هي الحافة او سمك البول بيرنج من جوه. ونيجي برضو نخلي دي ودي ايكوال، يعني الاتنين قد بعض. ونفس الكلام هعمله مع دي ودي ودي، هنقول له ايكوال واقول له اوكي. ممكن برضو نحط هنا كده، نخلي دي 0.5 مللي مثلا، بس هيبقى كتير. ممكن نحط 25 مللي، مش 25، 25 من 100. اوكي اختار دي واللي تحت ودي واللي فوق دي واقول له ايكوال، بحيث بقى ما اقعدش احط ابعاد لكل واحدة فيهم تاني. تمام. محددتش الويتس بتاعها قد ايه، اقول له الويتس ده 5 مللي. تمام. باجي هنا اعمل فيتشرز واقول له ريفولفد، وادي ايه البول بيرنج كده خلص. طيب خلينا نلون بقى البول بيرنج الجميل ده كده. احنا محتاجين نخلي مثلا الفيس ده بس كده، هنعمل له edit appearance. انا هنا وقال لي ايه مختار الفيس اهو صح، اقول له بلاك واقول له اوكي. ممكن الف الجهة التانية اختار الفيس ده واعمل edit appearance، اختار برضو اللون البلاك واقول له اوكي. تمام كده ما عنديش اي مشكلة. اعمل كنترول اس، هنسمي ده بول بيرنج. تمام. طبعا نسينا نسجل اليوم 26/9/2020. تمام. اقول له اوكي. طيب هل باقي حاجة تاني حتى الآن؟ لا. فكده نكتفي بهذا الجزء ده، ونعمل اسمبل للفي ويل ونسيبها نكمل عليها بإذن الله. طيب دلوقتي إن شاء الله نبدأ جزء الاسمبل للفي ويل. نيو اسمبلي. الاسمبلي ده بقى دلوقتي مرحلة التجميع، بمعنى الفي ويل كات دي مش كانت عبارة عن كذا جزء، يعني عبارة عن تو بول بيرنج وفي ويل، دول بيحتاجوا يتركبوا مع بعض بحيث يديني element في بيدي موشن او بيعمل حركة معينة او بيكون ميكانيزم معين. خلينا نعمل assembly ده. هنا انا رسمت كذا بارت، كل بارت عبارة عن جزء لوحده 3D. طيب انا محتاج بقى اجمع الاجزاء 3D دي عشان اطلع مكنة كبيرة مثلا او جزء كبير. ما هو الجزء ده برضو بقى عبارة عن sub assembly، يعني كذا assembly صغير. فانا مثلا هعمل ايه اسمبلي واقول له اوكي. طيب هنا نفس الكلام اللي كان هناك، بس الموضوع مختلف شويه. احنا هنا بدل ما كنا بنرسم بارت، لا احنا بقى هنستدعي البارتات اللي احنا رسمناها ونبدا نجمعها او نركبها مع بعضها. فبيقول لي اختار الحاجات اللي انت محتاج تجمعها، اقول له مثلا البول بيرنج والفي ويل واقول له اوبن. طيب في علامه هنا كده كيب فيزيبل، لو انا ضغطت على العلامه دي
القايمة دي مش هتختفي، تمام؟ فأنا أختار مثلا محتاج إيه الأساسي. خلي بالكوا إن اللي أنا هنزله الأول هو اللي هيكون ثابت معايا. يعني لو أنا نزلت البول بيرنج الأول، البول بيرنج هيبقى ثابت، واللي اللي هينزل بعد كده هقدر أحركه براحتي. فخلينا مثلا وليكن إن أنا هنزل البول بيرنج الأول، تمام؟ باعتبار إن إحنا نزلنا البول بيرنج بالخطأ، تمام؟ وهنحتاج نثبت ايه الفي ويل. انا طول ما انا ماسك الاليمنت ده مجرد ما بضغط بنزل منه نسخة نسخة نسخة. طب انا عايز اسيب الاليمنت ده، ممكن اجي اضغط بقى على الاليمنت التاني اللي بعده، بس مجرد ان انا بختاره من هنا بقى هو اللي معايا. انزل الاليمنت ده اقول له خلاص اوكي، انا بس ده اللي انا محتاجه. محتاج امسح الزيادات دي، هسلكت واعمل ديليت عادي، بقول له يس يس يس، تمام. طيب انا دلوقتي ايه اللي بيتحرك؟ دي بتتحرك، دي بتتحرك، دي بتتحرك، صح؟ طب انا محتاج دي تبقى ثابته، ما تبقاش كله فلوت كده او كله عايم في الهواء. اضغط كليك يمين عليها واقول له اعمل لها فيكس. فيكس كده لو انا جيت احركها ما بتتحركش، اهي خلاص كده بقت ثابته. طيب بعد كده محتاج بقى ادخل الجزء ده اركبه هنا، تمام؟ ونفس الكلام محتاج اركب دي الناحية التانية. في عشان اركب الاجزاء دي مع بعضها بعمل حاجة اسمها ايه، من هنا كده من اللي اوت من الاسمبلي، بعمل ميت، ان انا بدمج، بعمل ريليشن شيب بين الكومبوننت دي بحيث اخليها تبقى ليها مثلا في ريليشن شيب زي ما احنا هنشوف كده. لو انا مثلا قلت له هعمل ميت، هيقول لي انت محتاج تعمل ميت بين ايه وايه، يعني ايه الحاجات. هو انا بيقول لي كده entities to meet، يعني الحاجات اللي انت محتاج تعملها ميت. ولكن اقول له مثلا ال inner diameter ده مع ال outer diameter ده، هلاقيه عمل لي relation على طول، قال لي ايه concentric، يعني الجزئين دولت هيبقوا جوه بعض او عبارة عن في concentric كده بينهم relation، ان الاتنين ال center بتاعهم فوق بعض بالظبط، تمام؟ بقول له اوكي. لو انا جيت اتحرك فوق تحت مش هيتحرك، انما جوه وبره كده هو بيتحرك، بس في ايه، في نفس السنتر. انا الف الشكل كده عشان يبقى باين، انا عملت زوم ان كده، واخدين بالكم ان هو بيتحرك ايه جوه بره بس. طيب محتاج احط ريليشن تانية، الحافة اللي جوه دي مثلا والحافة اللي بره دي، هلاقيه عمل لي ريليشن ايه، قال لي كونسيدنت، يعني الاتنين متداخلين مع بعض او متقاطعين مع بعض. هقول له تمام، او متلامسين مع بعض ليها كذا مسمى، اقول له اوكي. او انا جيت ابص كده وحاولت اشد ده لبره، خلاص هو بقى ثابت، بس ايه ممكن يلف، هو كده بيلف، يعني انا مش عارف هتشوفوه ولا لا، تمام؟ اهو لو واضح ان هو بيلف دلوقتي. طيب نفس اللي عملته هنا هعمله مع التاني ده، هقول له الدايمتر ده مع الدايمتر ده ريليشن كونسنتريك، هقول له اوكي زي الفل. اسحب ده لبره كده واختار اللينس او اللي هو الحافه دي مع الحافه دي، عمل لي ريليشن اوتوماتيك بينهم، هو هقول له اوكي كده خلاص. يبقى انا كده عملت الايه، ادي الفي ويل كيت بتاعتي، تمام. طيب خلينا نعمل حاجة دي مع دي. ممكن نعمل ريليشن تانية بين السكتش ذات نفسه. خلينا نعمل ميت كده، وهاجي من هنا فتحت الرسمة اهو، انا عندي بول بيرنج وفي بول بيرنج تانية، تمام؟ مش انا كنت راسم في الرايت بلان، صح كده؟ اختار الرايت بلان، مع الرايت بلان ده هلاقي الاتنين ايه لفوا بقوا قصاد بعض. لو انا جيت الف واحد فيهم هلاقي الاتنين بيلفوا،
يعني هلاقي الاتنين بيتحركوا، البيرنج ده مع البيرنج اللي في الجهة التانية، اقول له اوكي. تمام، خلينا نبص، بصوا انتوا على الناحية التانية كده، هتلاقوا ايه؟ الاتنين بيتحركوا مع بعض وانا بحرك ناحية واحدة بس، الناحية دي. طيب انا عايز اعمل العكس، انا دلوقتي كنت مثبت اللي بره في اللي جوه هو اللي هيتحرك. طيب ممكن اثبت اللي جوه واحرك اللي بره؟ اه، هاجي على ده كده اضغط عليه كليك يمين واقول له فيكس، واجي على اللي بره كليك يمين واقول له خليهولي فلوت. تمام، لو انا جيت احرك ده كده هلاقيه هو اللي ايه، هو اللي بيلف معايا. طيب عشان نشوف برضو الموضوع ده، تمام ده انا اقصده بقى، خلينا نحرك دي تتحرك اهي. تمام، ده اللي انا كنت عاوز اوصله. وكده نكون خلصنا الفي ويل. ان شاء الله باذن الله هنرسم بقى الاجزاء اللي الفي ويل دي هتركب فيها، بحيث نبدا نعمل لها تيست مع الفي ريلز وهي بتتحرك عليها. تمام، نحط بقى موتورز ونعمل سيميليشن وانيميشن والكلام ده. نعمل كنترول اس، ريبيلد اند سيف، هنسميها في ويل اسمبلي. تمام، اقول له سيف، نفتح دي كده لون بارت. ممكن نيجي نعمل اساين ماتيريال، الماتيريال كان اسمها ديرلين. اي ديرلين، الحمد لله لقيناها. اقول له ابلاي، احنا اخترنا دي، ابلاي اقول له كلوز. اوكي، اجي على الابيرنس اختار اللون اللي هو ايه يبقى باين برضه، اقول له كنترول اس. مجرد ما اروح تاني للاسمبلي هيقول لي في ابديتس حصلت، نعدل الابديتس دي، اقول له يس. تمام، دي الفي ويل الجميلة بتاعتنا، اقول له كنترول اس وشكرا. ان شاء الله بقى نشوفه في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم.